العصير، تعال انا. يا ولد ها انكف تخرب الشغله، قالك بقعد امسك بقعد ما اتحرك. ماجد علشان هذا القطل اكتب 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 اكتب. اي اطلع. خالد يا عبد الرحمن اطلع جنبي اطلع جنبينا. بعض قيادات ومشايخ وعيال مديرية الحس بسبب ان المديرية غالي
وترافقت العملية العسكرية التي أطلقتها قيادة القوات المشتركة بمعركة موقعها وتصفيه وحفر الخنادق وتقطيع مربع 400 مدني وإصابة أكثر من على البحر الأحمر. شكرا لاستضافتكم في هذا المبنى الحكومي وايضا شكرا لكم لاستضافتنا في حيس. I am very touched by your sharing of the suffering that we have had to experience in the city. اود ان اعبر لكم عن مدى تأثري بما سمعته منكم وبما شاهدته الذي وبالأفكار التي شاركتموني إياها في حيس. I am shocked by the suffering that I've seen, pictures that you've shown me, and in particular how many children have been affected. وانا اود ايضا ان اعبر عن مدى تاثري بما رايته من معاناه التي يعانيها المدنيين والاطفال بالذات في هذا الحدث. The United Nations role is to facilitate joint solutions by both. دور الامم المتحده هو التسهيل الطرفين فيهم أن يتوصلوا إلى حلول. This is why I emphasize the need and urgency to have a joint solution so that issues can be resolved. لهذا السبب أنا ركزت وأكدت على ضرورة العودة إلى الآليات المشتركة للوصول إلى هذا الهدف. أنا المعرض بشكل كامل. Please write. شكرا على الزيارة. What is today's day? Sorry? What is today's day? تمام. تعال شو كاتب الحلقة. وين طب في فرصة وين يعني ما في أمان بالقوة عايشين وخاطر الحياة لا مش كنا في حد في الوجه الثاني نشوف هم في السيارة.